حصتنا لهذا اليوم تقول بوحدة من القرى كان أكو عجوز معدلة مرتبة اسمها تسواهن، اسمها حلو. تسواهن تعرف الأصول، تزور حبايبها كل المناسبات، ماكو أي مناسبة بالقرية إلا وهي أول الحاضرات. قايمة بواجب كل نسوان القرية، المريضة رايحت لها، اللي عندها ولادة راقضة وياها، اللي عندها فرح مهوست لها. بيوم من الأيام صار عرس بالقرية وانقلبت الدنيا برمي الفشق والهوسات، الزلم بجانب والنسوان بجانب ثاني. صاحبتنا تسواهن ولا فكت حلقها، لا من هي اللي مهوسة ولا من هي اللي مهلهلة. ونسوان القرية استغربن تسواهن، مو من عوايدها تقضيها سكتة أبدا، هي متعودة. فسألنها النسوان: خيا تسواهن شنو إجاج؟ مو من عوايدك عفوا، شو عجب ساكتة؟ فقالت: أنا ما أهوس ولا أقول أي شيء إلا من أشوف العروس تسوى الهوسة لو لا. المهم طبت على العروس، شافتها مو حلوة، ما عجبت حجية تسواهن، طلعت من غرفة العروس والوضع كان ما عاجبها، وكان تردح وتقول ما تسوى طيجيج البوش والكل اللي بنيناها، يعني ما تسوى كل هاي الهوسة والرمي والخبصة نهائيا، ما عجبها. فربات سالفتنا هاليومين هواية شفنا مواقف، والبعض ترى ما يسوى حتى طجيج البوش، بس للأسف المتملقين والمنصب هم اللي خلوه يصير حجي وأستاذ وأبو فلان لو فلتان، وهو ترى ما يسوى له سوق الزلم فلسين. وهسه حتى يمكن تيهنا ما نعرف حظنا اللي مسخم لو حظهم اللي قاعد. وبسلامتكم.